شكرا ميشيلا من موجز الأخبار دائما إلى نشرة العالم الصباح والجولة الصباحية المعتادة على أبرز القصص والأخبار التي يتفاعل معها جمهور عالم التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. خبرنا الأول مؤسف جدا يا مها، يعني بتخبرينا شو في التفاصيل؟ أكيد، يعني وفي متابعتنا لحالة الفنانة رجاء الجداوي بشكل مستمر، أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية. وكانت رجاء الجداوي تصارع فيروس كورونا عن عمر يناهز 82 عاما، وتواجدت على جهاز التنفس الاصطناعي ويعد الأصعب والأخير من بين أجهزة التنفس لفيروس كورونا. وخلال ليلة أمس نشرت وسائل إعلام مصرية عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، يعني خسرنا اليوم فنانة قديرة وكبيرة للأسف. يعني فعلا هي طبعا من مواليد 1938، بدأت يعني حياتها كممثلة ربما عندما يعني تم انتخابها كملكة جمال، ومن فترتها بلشت يضيع صيتها وأصبحت بمجال صحيح. التمثيل، وشاركت بعدد كبير جدا جدا من صحيح. الأفلام، من المسلسلات، من المسرحيات. يعني يمكن آخر عمل شاهدناه في رمضان كان لعبة النسيان، وتألقت بدور زوزو، وللأسف يعني الله يرحمها بعد ذلك، الله يرحمها ويغفر لها. طبعا المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر يقول إن العالم سيشهد اليوم خسوفا شبه ظلي للقمر، وخلال هذا الخسوف لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض، ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي أو ما يسمى شبه الظل، لذلك يبقى قرص القمر مضاء بالكامل ولا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة، وإنما من خلال التلسكوبات في مناطق محددة. ويعني سيستغرق جميع مراحل هذا الخسوف منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرة 2:45 دقيقة. يعني هذا العام في العديد من الظواهر الفلكية صحيح. من فترة كتير قليلة تكلمنا عن كسوف للشمس، الكسوف الحلقي كان صحيح. أعادت حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي في مصر قضية التحرش إلى الواجهة بعد أن توجهت عشرات الفتيات بتهم تحرش واغتصاب ضد شاب باستخدام وسم المتحرش والكشف عن اسمه. وتوالت على فيسبوك وتويتر شهادات من فتيات قدر عددهن بالعشرات، بعضهن نشرن أيضا مقاطع صوتية زعمن فيها تعرضهن للابتزاز. وبدأت الحملة تحظى بتجاوب إعلامي بعد أن أعلنت مدرسة الاتحاد الأوروبي للأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية حيث يدرس الطالب الآن أنه تم فصله رسميا استجابة لشكاوى رسمية موثقة ضده من عدد من الطالبات. يعني نتمنى أنه هذه الظاهرة تزول تماما، لكن الأصداء اللي صارت تصير في السوشيال ميديا مؤخرا في قضايا التحرش يعني مبشرة بأنه يصير في خوف بعد كذا من هذا النوع، يعني تنحط حد لهذا النوع صحيح. من الممارسات فعلا الرديئة يعني صحيح. حقيقة تكررت حالات الانتحار في لبنان خلال الأيام الأخيرة، يأتي هذا تناميا على وقع الانهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد. وسجل لبنان 3 حالات انتحار مع تداول منصات التواصل لخبر انتحار حالة رابعة، حيث أطلق لبناني يدعى خالد يوسف النار على نفسه جنوبي البلاد. ويشعر كثير من اللبنانيين بإحباط كبير، خصوصا مع عدم قدرتهم على تغيير واقعهم وعدم استجابة الطبقة السياسية ومن هم في موقع المسؤولية لحاجات الناس ومطالبهم. وهذه هي تداعيات الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها لبنان، ارتفاع يعني الأسعار صحيح. وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية صحيح. كل هذه المواضيع تؤثر بطريقة سلبية وانتحارات. يعني اللي بيصير في لبنان فعلا يفطر القلب، والله نتمنى للبناننا الحبيب أن يعود أفضل وأحسن من أول. إن شاء الله. يا رب. في ظل الظروف التي واجهها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا والقيود المفروضة عليه، تتخذ بريطانيا أكبر خطواتها نحو استئناف الحياة الطبيعية.
وبدأت بعض المقاهي أمس بالعمل من 6 صباحا، مما أثار مخاوف من الإفراط في التساهل في تخفيف القيود، فيما أطلقت عليه وسائل الإعلام يوم السبت العظيم. وأفادت تقارير بأن بعض مصففي الشعر فتحوا محل من منتصف الليل، وشكله الناس هناك معيدين ومبسوطين، متعطشين الحياة فعلاً للخروج فعلا. بس انه الى فتره طويله البلاد مغلقه، وحان الوقت لاعاده الحركه الاقتصاديه الى مجراها. صحيح. مع المحافظه على التباعد الاجتماعي وكل الاجراءات الوقائيه حتى ما نفوت بموجه ثانيه من كورونا. معك حق. خبر مفرح يعم العالم بعد أن طور علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة روبوتا يساعد في محاربة فيروس كورونا في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات والمستودعات. وتم تطوير الروبوت لإجراء تطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية في أكثر من مكان، وبإمكان الروبوت الجديد تطهير أرضية بمساحة 371 مترا مربعا في نصف ساعة. يعني هذه التكنولوجيا الحديثة تدخل اليوم في أعمق أزمة يشهد العالم وهي كورونا. أهلا وسهلا بالروبوتات. أهلا وسهلا، وبالذات إذا بتطهر وتعقم كمان وتريحنا من هذه النقطة. في خوف، يعني دائما نقلق من حكاية التعقيم، بس جانا اللي يعقم لنا الحمد لله. وننتقل وإياكم إلى الوسوم الأكثر انتشارا عالميا، وسم هابي فورث، وهي لمغردين يقومون بالاحتفال بعطلة فيدرالية في أمريكا بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776. وفي البحرين انتشر وسم أسترن جي بي تزامنا مع افتتاح منافسات بطولة العالم للفورمولا 1. ومن مصر كان الوسم المغتصب أحمد بسام زكي بعد انشغال منصات التواصل بتفاصيل قضية تحرش قد تكون الحديث الشاغل خلال الفترة القادمة. في الكويت وسم تجنيس أبناء الكويتيات هو الوسم المنتشر بعد مطالبات من النساء هناك بتعديل القانون فيما يخص تجنيس أبنائهن. وفي لبنان انتشر وسم هيك بدنا نقضيها لمغردين عبروا عن استيائهم لسوء الأوضاع التي تمر بها البلاد والغلاء المعيشي. في الجزائر كان وسم عيد الاستقلال أو عيد استقلال الجزائر هو الوسم الأكثر تداولا احتفالا بذكرى سنوية لاستقلال الجزائر بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي.